النهاردة الطلبة في الجزائر قدموا مشهد قوي الحقيقة، وأطاحوا النهاردة بواحد من اللي اسموهم الباقات الثلاثة، وهو الطيب بالعيز رئيس المجلس الدستوري اللي طالبوا برحيله قبل الانتخابات. المشهد من العاصمة الجزائرية فور سماحهم نبأ تحقق تلت مطالب الباقات الثلاثة. هذا المشهد المبهج الحقيقة، واللي بنتمنى الفرحة تكتمل، فرحة الطلاب الجزائريين رجالة فور سماحهم نبأ رحيل بالعيز. اللهم ارزقنا بفرحة زي فرحة الأتراك ولا الجزائريين ولا السودانيين ولا الليبيين بدحر حفتر بإذن الله والقضاء عليه نهائيا. اللقطة دي من الجزائر، تحية لطلبة الجزائر. تحية لطلبة الجزائر، تحية لأحرار الجزائر، ولا تملك إلا أن تزداد إعجاب بهذا الشعب، الشعب اللي كل ما يحقق جزء من انتصار لا يتوقف، يسعد للحظات، يحتفل للحظات، لا تستمر إلا سويعات قليلة، وبعدين يكمل مطالبه اللي مش راضي يتنازل عنها ولن يتنازل بإذن الله. الشعب الجزائري إلى الآن يثبت أنه تعلم من دروس الماضي ودرسنا، ويحاول أن يصنع المستقبل. ربنا يكملها لهم على خير.